كلمة من 7 حروف تهز كيان العاشقين، الزمالك، الاسم الذي صنع تاريخا للكرة المصرية والعربية والإفريقية، والنادي الذي استمر سباقا في نيل الألقاب وحصد الكؤوس وعناق البطولات على مدار تاريخه. الزمالك كان أول فريق مصري وعربي يعانق لقب السوبر الإفريقي بعدما تلألأ نجمه في سماء جوهانسبرغ وعزف سيمفونية كروية ممتعة حصد على إثرها اللقب في عام 1994 على حساب غريمه التقليدي الأهلي. كما كان الزمالك هو صاحب أول فوز في تاريخ الدوري المصري بخماسية سكنت شباك المصري البورسعيدي في 12 أكتوبر لعام 1948، وكان نجمه محمد أمين هو أول من سجل في تاريخ المسابقة بعد مرور دقيقة واحدة من عمر تلك المباراة، بالإضافة إلى أن هدافه سعد رستم استطاع خلالها من كتابة اسمه بحروف من ذهب وتسجيل أول هاتريك في تاريخ الدوري المصري. واستمر الفارس الأبيض في صولاته وجولاته وسبق الجميع في إحراز الألقاب والبطولات، وكان أول من عانق كأس مصر في أول مواسمه بعدما دك حصون الاتحاد السكندري بخماسية تاريخية في موسم 1921-1922 محققا أول تتويج في تاريخ المسابقة. كذلك كان الزمالك هو أول فريق يحقق دوري منطقة القاهرة وأعلن بطلا للمسابقة في أول مواسمها عام 1923. ومع حلول الألفية الثالثة استمر نجوم القلعة البيضاء في حمل راية السبق في الألقاب والتتويجات من الأجيال الذهبية السابقة، وكان الفريق الأبيض هو أول من يتذوق طعم التتويج بلقب السوبر المصري من بين جميع الأندية المحلية، وذلك بثنائية تاريخية في شباك غزل المحلة في عام 2001. كذلك كان أبناء ميت عقبة هم أول من يحافظون على اللقب بالتتويج بلقب النسخة الثانية في عام 2002 في مواجهة المقاولون العرب. عاش الزمالك، الاسم الذي عشقه الملايين في مصر والوطن العربي والقارة الإفريقية، والنادي الذي استمر قلعة للألقاب والتتويجات التي سبق الجميع في نيلها. ورجعنا لكم مرة أخرى، ورحب طبعا برئيس لجنة الكورة كابتننا الكبير كابتن أحمد عبد الحليم، طبعا ونجم نادي الزمالك ومحلل قناة نادي الزمالك. كابتن أحمد، ازاي حضرتك؟ بس أنا مش رئيس لجنة الكورة لسه، يعني ما لسه المسميات بتاعة الرئيس دي أنا، يعني احنا انت لا اللجنة كابتن. أنا أكبر، طبعا أكبر، أنت الأقدم والأكبر سنا وأنت يعني كابتننا كلنا، إنما اللجنة كلها يعني خلي المسميات. ازيك يا خالد؟ طول عمرك محترم يا كابتن. ازيك يا خالد؟ ازيك يا كابتن؟ وحشني والله، مع انك معايا كمان كنا لسه مع بعض النهارده. طبعا طبعا. كابتن انا بحب كلامك، ف بس كلامي بس؟ لا انا بحب طبعا، انت كنت بحب لعبك يعني، وكنت بحبك كمدرب. انت ضربتني اول واحد في حياتي في الكوره يعني، وانت اللي كنت سبب من اسباب وجودي في النادي الزمالك يعني، بعد ربنا سبحانه وتعالى. طبعا طبعا نعم. ف عايز اسمع منك، انت راجل تاريخ جوه النادي ومر بيك ظروف كتيرة جدا حصلت للنادي وظلم في قرارات، وسواء كلاعب او كمدرب او كحتى مشاهد او محلل، ما رأيك في قرار مجلس الإدارة والتوافق اللي حصل ما بين كل الزملكاوية حتى اللي مختلفين مع رئيس النادي المصري مرتضى منصور؟ شوف، أنا بالنسبة لي القرار ده قرار، هو في ناس تقول لك ده قرار تاريخي، ولا ده قرار طبيعي، طبيعي جدا، من حاجة أنا كنت متوقع اللي هيتقال. يعني أنا لما حد كان بيسألني، واحد صديقي جدا، قلت له الموضوع مش هياخده فيه أي قرار، لأن احنا للأسف الشديد زي ما أنت قلت كده، المدة الطويلة دي اللي الواحد شافها في الكورة وفي الرياضة عموما في مصر، علمتنا ان دائما الناس لا تعترف الا بانها تقف مع حد وضد حد، واخد بالك ازاي؟ فانا القرار ده كان ناديين متنافسين، ناديين كبار جدا بيمثلوا الكرة المصرية والكرة العربية او الاغلبية،
وفي قرار الناديين مستنيينه، الناديين والقرارات بتاعتهم مستنيينه، واخد بالك؟ كل واحد له أسبابه. اللي بيحكم في هذا الموضوع راعى ناس ولم يراعي الآخر في فترات كتير جدا، دي مش أول مرة، في أوقات كتير جدا 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 كنا مستنيين. احنا على فكرة عشان ما حدش يقولك بندعي المظلومية، احنا بنعترف ان في أندية أكثر حصولا في البطولات من أندية، ده موجود في العالم كله، في أندية جماهيرها وشعبيتها أكتر من الجماهير التانية، ده موجود في العالم كله وفي الدول كلها. ولكن ليس معناه ان انت تدوس على الناس عشان اللي عنده شعبية وجماهيرية أكتر. فلما الناس حست بأن الموضوع ده بالذات بقى الحكم في هذا الموضوع واضح، كان يعني مفهوش كلام، يعني مفهوش النهاردة جدال، صحيح مفهوش جدال، يعني ما تقدرش يعني تتلاعب فيه بالظبط. فانت عملت حساب برضو لحد وجيت على حد، الكلام ده كلام فاضي ما ينفعش. كابتن انا اسف بس انا معترض على كلمة تراعي حد وما راعيتش حد. عامل حساب لحد هو انت كحاكم وكمنظم لبطولة انت بتراعي اللوائح وبتراعي القوانين اللي قدامك، ولا بتراعي الاهلي ولا بتراعي الزمالك، انت بتشوف قدامك القوانين واللوائح وتطبقها. ده الطبيعي ان انا في بعض المواقف اخطأت، فالعقوبة على قد الخطأ من وجهة نظر اللائحة، لكن انا اتعودت ان العقوبة. انت قلت امثلة وناس كتير جدا بتقول الامثلة دي وموجودة، ما بنجيبش حاجة من عندنا. شفنا العقوبات بتتبدل، شفنا حاجات كتير جدا، والمستند بتاع تغيير العقوبة او تخفيض العقوبة كان حاجات بتضحك، بس عشان برضو ارضاء للاغلبية فكانت الناس بتسكت. طب معلش يا كابتن، هو ايه اللي بيستفيده المنظم اما يبوظ الكرة في مصر يعني، او يحابي لنادي على حساب نادي؟ هل ده هو بيرى جواه ان هو لو حاب للنادي ده فهيفضل في منصبه مثلا؟ طبعا هو ده طبعا. انت ضربت المثل قبل ما اخش لك يعني بناس زملكاويه بينتموا لنادي الزمالك، مسكوا في الاتحادات ومسكوا في حاجات كتير، في حتت كتير، وكانت دايما قراراتهم ضد نادي الزمالك مع ان نادي الزمالك كان معاه الحق. خلاص، هو ايه الغرض؟ هو يعلم تماما انه لو قال غير كده مش هيقعد على الكرسي. وحصلت مع بعض المسؤولين، حتى يعني مثلا عشان ما اخشش في مواضيع انا ما بحبش اصلي المواترات، واخد بالك؟ يعني الكابتن طاهر ابو زيد ما وتاريخ لما اصدر قرار وهو ينتمي للنادي الاهلي، كانت النتيجه ان طاهر ابو زيد مشي من الوزاره. بص يا خالد، الموضوع ده قرار تاريخي يا كابتن. ازاي انا مثلا، انا في وقت انا انسحبت من ماتش، انتوا اتجننتوا انسحبتوا، حل مجلس اداره نادي الزمالك. طيب الاهلي اتسحب من ماتش، لا ما هو ايه ده انتوا خليتوا الاهلي منسحب، حل اتحاد الكوره. عشان كده انت في قرارات كتير جدا كنت عارف الصح، بس كان في ناس مرتعشه ما بترضاش تاخد القرار عشان عارفين التبعات بتاعت القرار. زي ما انت قلت كده، في قرارات الزمالك لو خدها مجلس الاداره هيتحل، صح؟ عشان كده كان في ناس بتخاف. لما وصلنا لمرحله في حاله زي دي، الحاجه الوحيده وهي الاعتذار عن هذه المباراه هي فعلا. بص هقول لك على حاجه عشان ما حدش برضه يزايد، الزمالك رايح يلعب مباراه السوبر عشان هو بطل الدوري، صح؟ صحيح. والمباراه دي كان ممكن، بس حتى النسبه يعني، حتى لو النسبه انت رايح تلعب لك نسبه فوز، صحيح. يعني النسبه بتاعتك اقل شويه بس هي نسبه موجوده. يعني انت مش النسبه بتاعتك بتاعت الفوز انها معدومه، لا. انت عندك نسبه فوز ان انت تفوز بهذه الكاس، تمام. زي ما فزت بيها قبل كده. ومع ذلك الحق من وجهه نظرك ان انت ما خدتش حقك فاعتذرت. لا يا كابتن، ده كمان انت حضرتك مجرد المشاركه، وحتى لو ما فزتش انت هتاخد فلوس. يعني ده انا يعني كنت اتخطى ال 10 مليون، لو كسبت هتخطى الحاجه و20 مليون. انا بقى او اتخطى سوري حاجه و30 مليون. واحنا على فكره نادي الزمالك بيمر بضائقه ماليه بالزبط. يعني ففي حاجات كتير جدا كان في ناس تانية ممكن توافق على اللعب عشان الحاجات اللي انت بتقولها دي. لما طلع مجلس الاداره وتوافق
بعد طبعا بعد ما ده هو هم هو مجلس الاداره كان بيطلع على ما يحدث من الجماهير ومن الناس طبعا. صحيح. مش بعيد عنهم. بس طلع قال القرار اللي يرضي مجلس الاداره الاول، فتوافق ده مع الجمهور. فدي ده نادي الزمالك، لابد ان النهارده القرارات تطلع الناس متوائمه معاها، واخد بالك؟ حصل اللي حصل ده. فاحنا عشان كده انا ما بقولش قرار تاريخي، ده قرار يرجع بعض من حقوق نادي الزمالك في هذه في هذا الموقف، في هذا الموقف حق نادي الزمالك. حتى ولو انت ما رحتش المباراه وما خسرتش، ما كسبتش او ما خسرتش، فانت خدت حقك معنوي، وده مش كتير على نادي الزمالك عشان ما حدش يزايد يعني. انا عايز ابارك لك بس. الزمالك في الشوط الثالث 24-16، يعني في الشوط الرابع ده يعني الزمالك 24-16 فاضل له نقطه واحده ان شاء الله، ويفوز بكاس مصر للسيدات لاول مره من الثمانينات. ما شاء الله، حاجه ان شاء الله. وانا بقول لحضرتك الفتره الجايه ان شاء الله هيكون في سيطره للزمالك في الكره الطائره للسيدات باذن الله. على فكره الطايره في نادي الزمالك دي اما ينتهي الماتش قولوا لي يا جماعه. الطايره في نادي الزمالك دي يا ابني تاريخ. احنا كنا بنروح نتفرج على الماتشات في الملعب. اه كنت قعدت فعلا؟ الله، لا قعدت حوالي يجي 15 سنه 16 سنه. مبروك يا رجاله، مبروك لجمهور الزمالك مبروك. العظيم ربنا بينصرنا. لاول مره بعد سنين وسنين وسنوات وسنوات النادي الاهلي هو المسيطر تماما على كرة الطايرة في مصر. لاول مرة من 1984 يعني 94 2004 2014 الجاية هيبقى 40 سنة 39 سنة بالظبط، لاول مرة الزمالك ياخد بطولة في الكرة الطائرة في السيدات بعد ما دعم فرقته بلعيبه مميزه جدا جدا جدا. مبروك لكل جماهير الزمالك كابتن. الف مبروك طبعا، وشنا حلو الحمد لله. الحمد لله، الف مبروك. وده شيء معاهم الاداره طبعا واحمد مرتضى وعلاء فهمي. صحيح. رئيس جهاز الكره الطايره. صحيح. وطبعا كل ده برئاسه الطايره هي نجوم الالعاب هذا الموسم. طبعا. طبعا، وعلى فكره دي الرياضه ان انت تكسب وانا اكسب يا اخي. مفيش حكر على حد. يا جماعه يا جماعه هم خدوا الدوري وانت خدت الكاس. لا يا جماعه لازم يبقى في تعدديه يعني. في اي حته في العالم الناس كلها بتاخد البطولات، مش شرط ان يحصل كارثه ان نادي معين ما خدش بطوله. ما ينفعش، هو مش بالعافيه اصلا. ما يعني برضو ما يعني انت قلت حتى في سياق الحديث بتاعك انهم صنفوا الدوري المصري بانه مدرب بانه دوري يعني. ايوه قالوا. ابص هقول لك حاجه، تشاد وجيبوتي ومصر مش عارف كان مين، السودان تقريبا حاجه كده، دول اسوأ تنافس كروي في العالم. يعني ده يعني ما انا بقول لك عشان ما فيش عشان الناس بتحاول تلغي التنافس، وهي خلقت الرياضه للتنافس عشان كابتن. التنافس هو اللي يعمل مستوى. انا بقالي سنين يا كابتن بحارب في ايه؟ انا عندي 18 نادي تمام؟ ال 18 نادي يلعبوا على الملعب ده، وال 18 نادي يلعبوا على ملعب انا، تمام؟ لا، يقول لك الزمالك والاهلي ما يلعبوش في بيتر سبورت، الزمالك والاهلي ما يلعبش في استاد الماكس، الزمالك والاهلي ما يلعبش في اتحاد الشرطه، الزمالك والاهلي ما اعرفش ايه، دي اول حاجه. نمره اتنين، لا لا لا، الاهلي ما يروحش يلعب في الاسماعيليه. بس انت هتلعب في الاسماعيليه. تمام؟ لمده 11 سنه. ايه يا جماعه في ايه؟ خلينا في ايه؟ خلينا نتكلم على القرار طبعا اللي انا فعلا سعيد بيه. ليه؟ لان الزملكاويه عارفين ان هم هي في المباراه اللي كانت هتبقى موجوده الزمالك مش هيلعب فيها خالص، فيعتبر خسرها. انا بعتبر ان تنافسيا احنا خسرناها لان ما لعبناش، ولكن كسبنا النهارده. واحنا رايحين الاجتماع جالي 50 تليفون، كابتن انتوا رايحين تناقشوا ان انتوا ترجعوا في الـ في الـ ده انا ما نزلت الصوره كابتن. الدنيا اتقلبت، الناس ما عندها يعني ايه لا يا جماعه لا ده الطبيعي، ده الطبيعي تحقيقا لرغبه الجماهير اللي هي متوائمه مع رغبه الاداره. بس هو مش ده الطبيعي يا كابتن. ادي فريق كره الطائره سيدات الفائز ببطوله كاس مصر بعد 39 سنه. الف مليون مبروك للطايره. كانوا بيتريقوا، وكان بيتريقوا على احمد مرتضى، وبيتريقوا على لعيبه الزمالك المنتقلين من الاهلي للزمالك، وكانه هم خاينين العيش والملح يعني كان الاحتراف
مرتبط بس ان اللعيب ينتقل للاهلي، لكن لو لعيب انتقل من الاهلي لاي نادي تاني ده بقى كده خيانه، لكن اي حاجه تانيه احتراف. وقعدوا يتريقوا على مريم مصطفى وينزلوا لها صور، ويتريقوا على هناء حمزه امها، ويتريقوا على اللعيبه وما اعرفش، ويجيبوا صور ويعملوا شويه ايه بروباجندا على السوشيال ميديا. عموما ان شاء الله باذن الله باذن الله، وده انا بطلبه من طبعا المستشار مرتضى منصور، وبطلبه من عضو مجلس الاداره الاستاذ احمد مرتضى منصور، ومن المدير الفني ومن اللعيبه. بكره في قناة نادي الزمالك كل أبطال سيدات نادي الزمالك في الكرة الطائرة أبطال كأس مصر، هذا الجيل التاريخي، بكرة مدعوين في برنامج زملكاوي طبعا. يكونوا ضيوفنا، نفرح بيهم وبانتصاراتهم وبإنجازهم وبفوزهم وببطولة كأس مصر بكرة إن شاء الله. احتفالية واجب جديدة بإذن الله. أقل واجب أنا بقى بخص بالمباركة طبعا، خلي مجلس الإدارة والجماهير علاء فهمي صديقي لأن أنا مقتنع بيه وبحبه لنادي الزمالك، فألف مبروك علاء وربنا يوفقك طبعا. بس أنا عشان أكون حقاني برضو كابتن علاء ده حبيبي طبعا كل حاجة طبعا، بس الدعم اللي لقاه فريق السيدات دي آخر نقطة يا كابتن، بص دي آخر نقطة لفريق نادي الأهلي، بص اخر نقطة ايه؟ اوبا! بص بقى الله اكبر على السوشيال ميديا يا جماعة، دي على السوشيال ميديا اهي، موقع الاتحاد على السوشيال ميديا اهو الانجاز. على فكرة قناة الاهلي كانت بتذيع الماتش كويس. مبروك يا رجالة، الف الف مليون مبروك، فرحة كبيرة جدا جدا، خصوصا ان هم تعرضوا لاشياء صعبه جدا لعيبه الزمالك من السوشيال ميديا ما كانوش متعودين عليها. ردوا خلاص، ردوا في الملعب طبعا، وده بالزبط مهم قوي على فكره. وده اللي كنا دايما حتى نطلبه من لعيبه الكوره، خلوا يا جماعه الظروف وخلوا ردوا في الملعب. طيب انا عايز اقول حاجه بس، انا ما اعرفش والله ايه اللي بيحصل دلوقتي، بس اكدوا لي يا جماعه، وانا حكيتها امبارح وحكيها النهارده يا كابتن، في ماتش كان معايا كابتن مين؟ علاء فهمي امبارح وكابتن عبد الدايم. طبعا كابتن عبد الدايم مدير نشاط رياضي طبعًا، وكان نجم الكره الطايره طبعا، وكابتن علاء فهمي وكان نجم الكره الطايره ورئيس الجهاز، الاثنين دول كانوا موجودين ماتش ايه السيدات في ماتش السيدات في نهائي السيدات في الدوري وكانوا موجودين نهائي السيدات في ايه في نهائي الرجال في الطايره خلاص فبساله، قال لي في نهائي الدوري في السيدات كان الاستاذ العمري فاروق موجود، الاستاذ محمد سراج. قلت له طب كابتن محمود الخطيب كان موجود؟ لا، قال لي كابتن محمود الخطيب ما كانش موجود في الماتش. طب قلت له ما ايه اللي حصل؟ قال لي اللي حصل ان احنا بعد الماتش الاهلي كسب، سيدات الاهلي كسبوا الدوري تمام، فطلعنا هنستلم الميداليات، فكل مجلس اداره الاهلي موجود تمام، اللي هم كانوا حاضرين المباراه من اول اللقاء وسلمونا، وفجاه اجلوا تسليم الاهلي، تسليم الميداليات للاهلي والكاس فقال ليه؟ قال لك عشان كابتن محمود الخطيب جه، كابتن محمود الخطيب وصل فهننتظره لغايه ما يطلع على المنصه عشان هيجي هو بنفسه ويسلم سيدات الاهلي ايه الجوائز تمام. ف اتأخروا شوية، طلع كابتن محمود الخطيب وسلم وابتدى بقى السوشيال ميديا تشتغل، يقول لك ايه ما رضاش يسلم على هناء حمزة يعني كده، وابتدى يسلم وابتدت لعيبة السيدات تتلبس كابتن محمود الخطيب ايه الميدالية خلاص. يعني كابتن محمود الخطيب لم يكن حاضرا نهائي دوري السيدات ولكن حضر بعد الماتش. فطلع كابتن اسلام صادق، طلع قال لك كابتن محمود الخطيب كان موجود ومستني في الدوري في الدوري الطايرة رجال مستني يخش، فما عرف ان الفرقه خسرت مشي، فالدنيا قلبت عليه في الكاس، فالدنيا قلبت عليه لانه نزل صوره ارشيفيه من عزا فانا سالت اسلام قلت له دي ايه الصوره دي؟ قال لي دي ارشيفيه من عزا، لكن الحقيقه ان هو كان موجود. فقلت له ازاي يعني وانت ايش عرفك؟ قال لي وانا تلميذ، ده انا صحفي. وبعد كده كابتن خالد، طب ما هو لما احترامي اللي بيتكلم عليا، طب ما هو كان موجود في ماتش، ما كانش موجود في ماتش السيدات وجه بعد الماتش. هنا السؤال بقى، هنا السؤال. وعلى فكره في ماتش الطايره رجاله كابتن علاء فهمي قال لي، وكابتن احمد عبد الدايم، استاذ عمرو فاروق كان موجود، استاذ محمد سراج كان موجود،
مشيوا وما استنوش التسليم يقدموا التسليم وفضل اللي بيسلم بس اعضاء مجلس الاداره وهناء حمزه نائب رئيس اتحاد الطايره وكل مجلس الاهلي مشي. تمام؟ هنا السؤال بقى، كابتن محمود الخطيب سلم سيدات الاهلي وجي بعد الماتش، هل كابتن محمود الخطيب هيجي بعد الماتش بعد ما الزمالك كسب؟ وهل هو موجود من البدايه؟ وهل مجلس اداره الاهلي هيمشي ومش هيحترم مراسم تسليم الميداليات ولا لا؟ هنا ده السؤال اللي احنا عايزين نعرفه، لان الرياضه مكسب وخساره، ولا انا غلطان يا كابتن؟ ما هو الطبيعي يعني، ما انت بتسالني يعني ولا دي الرياضه لا الرياضه مكسب وخساره يعني، انت كمجلس اداره انت بتدي انطباع وقدوه للاعيبتك ان انت الرياضه مكسب وخساره. عموما بس اللي هو يعني الاهم في القصه دي الفرحه على فكره الفرحه بتاعت البنات دي، ويعني برضو لان فعلا زي ما انت قلت الانسات بتوع نادي الزمالك الطايره بصوا دي بقى لقطه محترمه من البنات اللي عارفين قيمه التنافس. البنات طبعا زعلانه بتوع النادي الاهلي، ولكن دول ابطال، يعني يبقى النادي الاهلي هو البطل التاريخي لكره اليد لكره الطايره للسيدات واكثر بطولات، مفيش حد بينافسه، لكن فضلوا واقفين بيحيوا بعضهم، بيحيي لعيبه نادي الزمالك واللي كان منهم زمايلهم السابقين اللي رحلوا عن الفريق يعني، شيء وهي دي الروح الرياضيه كده. طبعا طبعا شيء محترم، بس طبعا بقى في حاجات احنا يعني ساعات كده الواحد ما بيقدرش يعلق عليها، انما خلي الحاجات اللي بتاعتنا احنا اللي نقدر نتكلم فيها. طبعا انت اتكلمت على الموضوع بتاع الكابتن محمود الخطيب، الله اعلم بظروفه، ولكن في الاخر انا سعيد جدا بان الاولاد دول حققوا هذه البطوله، ده شيء جيد جدا، وابتدى يبقى فيه فعلا يعني ده على فكره منافسه. انا دايما اقول يا خالد ايه، احمد مرتضى منصور اهو، المنافسه هي اللي بتخلق مستوى. احمد دايما اهو قابلته النهارده كابتن الصبح قبل ما اخش الاجتماع، قال لي هنكسب النهارده عبدايم. قال لي هنكسب، وقلت له طب خسرنا الدوري ليه؟ قال لي اللعيبه كانت لسه عندهم رهبه وكده، الفرقه دي اقوى من النادي الاهلي بكتير. الحمد لله. هو قال لي كده يعني. ده راجل برضه عبدايم برضه لعيب دولي خبره طبعا، وبقول لك ومعاه علاء فهمي والاداره مدعمه، واحمد مرتضى الحقيقه قايم بجهد قوي جدا، مبروك طبعا، ونتمنى ان شاء الله مزيد من الانتصارات الفتره اللي جايه. وعلى فكره ده حلو قوي يعني ان يحصل انتصارات في وسط الجو اللي احنا عايشين فيه، جو العتمه، عشان كده الناس مرتبطه قوي بنادي الزمالك يعني. والله يا كابتن انا بعتبر انسحاب او اعتذار الفريق عن المشاركه في السوبر ده انتصار. اي ما انا بقول لك انا يعني هو ايه، هو انتصار للحق وللعدل وللمبادئ، واخد بالك ازاي؟ قولها من وجهه النظر دي شيء جيد جدا، وتوافق، والانتصار الاكبر توافق الجمهور مع الاداره، دي مهمه قوي قوي قوي، نتمنى انها تفضل موجوده على طول، ما يتدخلش بعض الناس الضعاف يعني. انت خالد ما هم هيختفوا دلوقتي، في ناس بتختفي دلوقتي، ما هو انت عارف في ناس المعارضه اما بيلاقوا جمهور الزمالك كله اتحد مع المجلس ومع القناه ومع فبيقول لك بيبعدوا، اول ما النادي يقع او يحصل فيه كارثه او حاجه يبتدوا بقى يطلعوا بقى كلام، ويبتدوا يردوا، ويبتدوا يشتغلوا على السوشيال ميديا، يعني بتبقى واضحه. والله اذا كانوا هم زملكاويه يسعدوا زي ملايين الناس اللي شفت. انت جالك مكالمه من الامارات دلوقتي؟ طبعا انا جالي مكالمه من رجل اماراتي محترم، ابو ناصر صديقنا. طبعا ابو ناصر صديقنا وزملكاوي جامد جدا، وسعيد، تخيلوا اماراتي والبطوله هتقام في الامارات طبعًا. وسعيد ان الزمالك اعتذر، وكان مستني الفرقه تروح، وهو من الناس اللي يعني اللي بيستناهم بشكل قوي جدا يعني. بالظبط، شوف المكالمه يعني، هو كلمني وانا اديتك التليفون عشان تشوف شعورهم. الناس مبسوطه جدا وسعيده جدا، يمكن لما بنكسب بطوله ولا حاجه ما بيكلموناش بالشكل ده. عارف ليه يا كابتن؟ ليه الناس المتحده، جمهور الزمالك متحد؟ اما المستشار مرتضى قال الكلام دوت كانوا شايفين ان الموضوع صعب، وان الماتش في الامارات، وان مباراه بالاتفاق مع ابو ظبي وبتاع، وان الزمالك هيهوش، وانه لا مؤاخذه يعني كده كده هناخد على قفانا يعني كده كده. حتى بتوع الاتحاد وبتوع لجنه التظلمات قال لك كده كده الزمالك ايه بيرضى، هيرضى طبعا، وكده كده ايه هندوس عليه، لكن طبعا الاهلي جامد طبعا، الاهلي اقوى، الاهلي لو انسحب هتبقى كارثه بالظبط، لكن الزمالك مش مهم، كده كده ايه هندوس عليه، وفي الاخر ايه
الناس من فوق بقى ومرتضى ما هيقول لك انا رجل دوله وما اعرفش ايه وحقيقة. ويرجع في كلامه وحنفي والكلام اللي هم بيقولوه دوت. فما الزمالك كانت خضه لاتحاد الكوره وخضه للجنه التظلمات وخضه للرابطه وخضه للجمهور النادي الاهلي نفسه ومحدش مصدق وابتدى وانت حضرتك قاعد واحنا قاعدين في اللجنه مش في ناس قاعده تتكلم وتتحايل عشان الزمالك يرجع في المنظومه الرياضيه؟ اه طبعا. ها؟ طبعا 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 للاسف يعني طبعا عشان ننقذ ما يمكن انقاذه طبعا. بس هو في الاخر على فكره قرار جميل وجيد جدا. وانا برضو ما زلت بقول ان هذه المباراه بالذات ها ما حدش كان يعرف النتيجه. انا بتكلم بجد والله، كان في نسبه عاليه جدا ان الزمالك يفوز. طب والله العظيم يا كابتن اقسم يبقى احنا مش انسحاب. انا كان احساسي والله ان الزمالك هيفوز والله. انا بقول لك ده احساسي. مش انسحاب ده اعتذار. واخد بالك ازاي؟ فايه يعني خلوا عشان الناس ما تهولش قوي في الموضوع. الزمالك اعتذر عن المباراه لاسباب وليس لها علاقه بالنواحي الفنيه بتاعت نادي الزمالك ان في نادي او من نادي. لا انا عايز احنا كنا بنستعد تماما لهذه المباراه. كابتن انا عايز اقول حاجه ودي على مدار حياتي بقولها على الهوا، ان ربنا سبحانه وتعالى دايما مع الحق. اه طبعا اذا كان هو ربنا سبحانه وان الحق. لو في حد بيفتري او في منظومه بتفتري او في واحد مسؤول وبيحكم ما بين الناس ما بيحكمش بما يرضي الله طبعا. انا متاكد ان كل واحد بيضع نفسه في الوضع ده هيعاقب يا ابني. هيعاقب بقى بنتائج، هيعاقب برحيله من منصبه، هيعاقب هيعاقب. ده قناعاتي اقسم بالله. اصل انت يعني ايه هقول لك على حاجه خالد، يعني لما السنه اللي فاتت خدت الدوري والسنه اللي قبلها وخدت الكاسات وبتاع مش عارف ايه، الناس كانت تقعد تقول لك زملكت الدوله وناس بالزبط. يعني الناس دوري موجه بتقلل من قيمه اللي عمله نادي الزمالك. يعني خد بالك كمان، وكأن نادي الزمالك محكوم عليه انه ما ياخدش بطوله، ممنوع ياخد بطوله. ليه ما تعترفوش ان الناس دي هي الاحق لانهم افضل في هذا التوقيت؟ صحيح، واخد بالك ده موجود على فكره في الكوره. النهارده في فرقه اسمها ليستر سيتي كانت واخده الدوري الانجليزي من حوالي 7 سنين، كان معاها رياض محرز، النهارده هتنزل مهدده بالهبوط. ايه المشكله يعني؟ الاهلي جده من اكبر الانديه اللي في السعوديه بيلعب في دوري الدرجه الثانيه، ايه القضيه؟ الهلال واخد بالك تم منعه على فكره من القيد، يعني هو يعني اتحاد جده. انا شايف في العالم كله الناس بتتعامل مع برشلونه. النهارده الرئيس النادي بتاعه بيقول لك انا عايز العب في دوري بتاع بلد ثانيه. يعني بص، الحريه موجوده طالما الناس بتاخد حقها، الناس تاخد حقها. فانت لما تديني حقي وتدي غيره حقه خلاص ما حدش هيتكلم. انما انت تيجي تحكم في موضوع، تحكم هنا بشكل وهنا بشكل، طبعا هتزعل الناس وهتخلي الناس ما عندهاش ثقه في اي قرار انت هتاخده، وده اللي حصل على فكره. فالحمد لله يعني الامور جه بقول لك توافق بين قرارات مجلس الاداره وبين رغبه الجماهير في عدم اللعب، لان طبعا حس جمهور الزمالك النادي الزمالك اتظلم بشكل غير عادي. والحمد لله الامور كده، ربنا بس ان شاء الله يفوق بقى فرقه الكوره اكتر واكتر عشان نقدر ان شاء الله نكمل بشكل عادي. يعني احنا كنا جايين النهارده نتكلم على الماتش على فكره. هنتكلم يعني تخيل طبعا كنا جايين النهارده نتكلم جاي في الكوره عشان نتكلم على استعدادات الزمالك والزمالك يلعب ازاي والاهلي والحكايه دي. خلاص يعني كنا جايين مستعدين، احنا كنا مستعدين، بس اللي حصل ده شيء جميل جدا يعني. طيب واللي حصل النهارده كمان بفوز الفرقه الطايره ده برضه حاجه والله بجد الحمد لله. لا هو الواحد فرحان ليه؟ اصل الطايره دي الكره الطايره يا خالد، والباسكت والهاند بول والكوره كره القدم، دول كانوا العاب. برضه نادي الزمالك كان مميز جدا بهذه الالعاب. يعني بصراحه كونهم هم يرجعوا للشكل ده على مصاف البطوله، يعني مثلا السنه دي فرقه الهاند بول اللي اسعدتنا بدل لم يوفقوا السنه دي مليون، السنه دي اخفقوا. ايه يعني؟ اه طبعا. ايه يعني؟ دي خساره ولكن اللي عملوه تاريخي. مكسب وخساره. اللي عملوه تاريخي.
فريق السله والباسكت معاهم مدرب عبقري وانا واثق احمد مرعي. ان احمد مرعي لو تم تدعيم بلعيبه بقول لك هيكسر الدنيا، واخد بالك؟ الطايره اهي على الطريق الصحيح. يبقى اذا كابتن ده الطايره من غير محترفين الامور، بس الناس تساعد نادي الزمالك. والبنات عندها محترفه واحده، بنات الاهلي اتنين محترفات. ايوه انا بقول لك الناس تساعد الزمالك على انه يقوم. يعني ايه؟ يعني انت بتتكلم في الالعاب الجماعيه، اكيد المنتخبات كلها فيها مثلا لعيبه كتير جدا من الزمالك. يبقى ده تدعيم للبلد. صحيح. تدعيم للرياضه المصريه. خلونا دلوقتي مثلا لجنه الكره اللي احنا اجتمعنا دي بتتكلم في حاجات عشان ترفع من الكره القدم جوه نادي الزمالك، وده جزء من مصر، نادي الزمالك جزء من مصر، واخد بالك ازاي؟ فيعني الامور دي خلونا نقف على رجلينا، ساعدونا. ما بنقولش ان انتوا يعني ايه تيجوا على حد عشان خاطرنا، لا، ساعدونا بس في المناخ الطبيعي بس. تمام. تعالوا نفرح بفريق الكرة الطائرة ونرجع نكمل حوارنا، وما نرجع برضو هنتكلم كرويا عن فريق الكرة. على فكرة احنا النهاردة كان عندنا اجتماع، اوعوا تفتكروا ان احنا عملنا اجتماع فقط يعني اجتماع دام اكتر من 3 ساعات ونص، وكان جزء منه طبعا بسيط جدا هو دعم لقرار مجلس ادارة ودعم لجمهور نادي الزمالك ودعم لفريق الكرة ودعم للقرار التاريخي اللي اتخذه مجلس إدارة نادي الزمالك. لكن كان عندنا حاجات أهم بكتير كمان، وهي فكرة تطوير كرة القدم داخل نادي الزمالك ومنشآت الكورة وملاعب الكورة وحاجات هتفاجئوا بيها الفترة اللي جاية إن شاء الله لو تم تحقيقها. احنا بنفكر كويس جدا لمستقبل النادي، وإن شاء الله بإذن الله نادي الزمالك ده هيرجع أقوى من الأول وكفريق كورة يعني، وهيقف على رجليه وهتشوفوا فريق بإذن الله يفرحكوا ويشرفكوا زي ما شفتوه السنين اللي فاتت كلها بإذن واحد أحد. نطلع لتحية وتقدير لفوز فريق الكرة الطائرة سيدات ببطولة كأس مصر على حساب النادي الأهلي، ونعود لنستكمل حوارنا مع كابتن مصر وكابتن نادي الزمالك كابتن أحمد عبد الحليم. ورجعنا لكم مرة أخرى، مرة واثنين وثلاثة يا جماعة. يوم الخميس نادي الزمالك بيدعو كل أبنائه، مش المستشار مرتضى منصور. هو المستشار مرتضى منصور كان تواصل معايا من الظهر وقال لي كل الناس تيجي. طب اللي مختلفين معاك يا سيادة المستشار؟ مفيش حاجة اسمها مختلفين معايا. اللي عايز يجي ويتفضل داخل نادي الزمالك، نادي الزمالك هو اللي بيدعوك. لو أنت بتحب نادي الزمالك تعالى، لو مش بتحب نادي الزمالك ما تجيش. فأنا بقول لكل نجوم نادي الزمالك على مر التاريخ ومختلف الأجيال في الكورة، في الطايرة، في الباسكت، في اليد، في تنس الطاولة، في الجودو، في الكاراتيه، في الكروكيه، في التنس، في السباحة، في الووتر بولو، في يعني في أي ألعاب سيدات ورجال، فاضلات، سيدات فاضلات ورجال يعني أفاضل، كل الناس يا جماعه مدعوه. كل الناس اللي عامله خناقه رب السماء مع المستشار مرتضى منصور، اللي منهم مصانع الحداد، انت مش جاي للمستشار مرتضى منصور، انت جاي لنادي الزمالك. اهلا وسهلا بيكم كلكم يوم الخميس الساعه 5، كلنا هنتجمع في النادي، كلنا عايزين نكون مع النادي وفي ظهر النادي على قلب رجل واحد. احنا كلنا بنحب النادي، نادي الزمالك خيره علينا. عايز تقول حاجه كابتن؟ لا، ده كلام رائع وجميل جدا جدا جدا. التفاف الناس خصوصا بقى اللي ارتدوا فانيلة نادي الزمالك في كل الالعاب على مر العصور. صحيح. يعني زي ما انت قلت، اتمنى ان الناس تنسى الخلافات شويه ويدعموا نادي الزمالك، لان نادي الزمالك هم جزء من تاريخ نادي الزمالك. صحيح. هم جزء كبير جدا وتاريخي جدا من نادي الزمالك، ونادي الزمالك له فضل عليهم، فلازم برضو تبقى في منفعه متبادله بقى بينهم. صحيح. واخد بالك ازاي؟ ان احنا يعني نحاول احنا بنطلب وقفه، يعني بنطلب مسانده ووقفه، ما بنطلبش حاجه اكتر من كده. فالواحد يعني اتمنى طبعا، يعني في ناس هم بعاد عن النادي بقالهم فتره طويله جدا. صحيح. اتمنى بالدعوه حبيبك كابتن حسن شحاته بالدعوه دي، ده يعني انا اتمنى ده، يعني اتمنى كابتن فاروق جعفر الرمز والقيمه طبعا، دول يعني دول كباتنا، وفي ناس كتير جدا كابتن علي يعني خليل، في ناس طبعا في ناس طبعا ربنا يديهم الصحه برضو صحيا، كابتن ابو رجيله، كابتن عمر يعني عمرو. شويه، انما انا بتكلم على الناس اللي قادره
في التوقيت ده لن ينسى التاريخ في اي وقت من الاوقات ما صنعوه نادي الزمالك. انت شفت بتقول اسماء صحيح. الاسماء دي تاريخيه على فكره صح. اسماء ده كمان في اسماء كابتن في الباسكت وفي الطايره وفي في كل بص يا كابتن حاجه يعني في كل الالعاب كابتن مصطفى الاحمر في كل الالعاب يعني انت مصطفى انت بتقول مصطفى الاحمر مصطفى الامتداد بتاعه احسن لعيب هاند بول جه في تاريخ مصر احمد الاحمر انت بتتكلم صحيح. فانت بتتكلم على يعني الناس اللي صنعت تاريخ نادي الزمالك هم اللي ليهم الحق في هذا التوقيت بالذات ان هم يبقوا اكتر مسانده لنادي الزمالك صحيح. وده شيء هيبقى على فكره عادي وطبيعي واخد بالك ازاي ودي دعوه صحيح انت بتقول جايين نادي الزمالك بس دعوه من رئيس هو اللي عمل المبادره اكيد يعني هو اللي بلغني بيها المستشار مرتضى هو اللي عمل المبادره دي فاتمنى ان شاء الله انها تبقى موجوده وتبقى يعني الناس تعرف برضو ان نادي الزمالك بعيدا بقى ان الناس تقعد تقول لك انتوا بتتخانقوا وانتوا مش عارف هو الخناقات موجوده في كل حته في العالم وفي كل مكان ولكن التوقيت اللي الناس تقف فيه جنب بعض ومع بعض ده مهم جدا يعني صحيح واخد بالك ازاي؟ يعني احنا مثلا كبلد مصر بنختلف في حاجات كتير جدا بس وقت لما بنحس ان مصر هتخش في ازمه تلقى الشعب المصري ده تحول لوحوش صحيح واخد بالك؟ برضه دلوقتي نادي الزمالك ده جزء من مصر فالتوقيت ده اللي هو لابد ان نادي الزمالك كل الناس تقف جنب بعضها كابتن عايز اروح معاك لمستر كارلوس اوزوريو على فكره المساعد وصل مساعد كولومبي ومتواجد معاه في التمرين دلوقتي يعني ده راجل على فكره بيعمل يعني السكاوتنج انا قريت الحاجات اللي بيعملها حاجات مهمه جدا جدا يمكن ما كناش متعودين عليها فعلا فيعني هو بيخش في التفاصيل دقيقه جدا بتاعه لعيب الكوره واخد بالك دي حاجات مهمه جدا يعني هيكون مساعد قوي للراجل بص مع الجهاز المصري يعني بص لعيب الكوره برضو يا خالد انت مثلا ليك اسلوب في استلام الكوره ممكن طريقتك تكون بتعطلك شويه في ان انت تعمل الخطوه الثانيه في حاجات بتدرس وفي حاجات كويسه والنادي ما بيبخلش على اي حد في نادي الزمالك بالذات ان هو يطور فاوساريو لغايه دلوقتي بداياته جيده جدا طريقة اللعب اختلفت في الماتشين اللي فاتوا اسلوب اللعب اللي الزمالك بينتهجه اتغير في انا يمكن كنت في الاستوديو في اسلوب الضغط على الخصم والضغط على المنافس ابتدى يتطبق بشكل كويس قوي ده ما كانش موجود انت دائما كنت رد فعل كنت دائما بتلعب اتعودنا مع المدربين اللي ولهم كل التقدير والاحترام وفيهم ناس عظماء جدا وفي ناس خدموا نادي الزمالك وجابوا نتائج جيده مع نادي الزمالك ولكن اسلوب اللعب كنا بنلعب دايما بنلعب دفاع منطقه وبنلعب على الهجمات المرتده ما بنبقاش بنلعب الهجوم الضاغط اللي هو بيمارسه دلوقتي صحيح ده ليه؟ لان احنا كان عندنا نوعيه لعيبه تستطيع انها تأدي هذه الطريقه يعني انت لما اختلف اللعيبه ما اختلفتش الطريقه عشان كده السنه دي احنا اتاخرنا جدا لان في لعيبه مشيت وفي لعيبه كانت مؤثره في الاسلوب والطريقه اللي انت بتلعب بيها اما اللعيبه دي مشيت اللعيبه اللي جت ما قدرتش تعوضهم واستمرت انت بنفس الطريقه طيب كابتن الاعتذار عن مباراه السوبر انت عارف احنا الراجل لعب ماتش المقاولين وكنا كسبانين 2-1 وكان الراجل بقاله يومين اخطاء تمام يومين الماتش ده بالذات وحسام عبد المجيد اخطأ لا وخلاص. يعني ايوه ده طبيعي موجود قعد 8 ايام اشتغل فبان شغله في ماتش سيراميكا طبعا تمام طبعا. كان المفروض هنلعب يوم الجمعه تمام وهو الراجل شغال بقاله اكتر من برضه 8 ايام يعني يقول دلوقتي داخل في اسبوعين فمش هنلعب يوم الجمعه وكمان هيبقى ماتشنا اللي بعد ماتش الاهلي يوم ايه يا جماعه هو ما كان الاسماعيلي اتاجل يعني هيبقى يوم ايه يعني ايه التلات الكاس هيبقى عندنا الكاس ونادي بروكس تمام يوم التلات هل ده مفيد للراجل يعني طبعًا. ان انت مثلا بدل ما تلعب اعتذارنا قد يكون مفيد لان الراجل عمال لا هو مفيد ليه بقى لا هو مفيد هقول لك انا ليه لان انت بقاله كان هيبقى بقاله اسبوعين لما يلعب او اكتر من اسبوعين حوالي 20 يوم لغايه لما يلعب ماتش مع النادي الاهلي برضه النادي الاهلي مختلف الماتش هتلعب مع ماتش مختلف برضه هو كمدرب في حساباته انه ما يقفش في التوقيت ده يعني هو عايز يعني يلعب باسلوب يطبقه واللعيبه تتعود عليه فماتش النادي الاهلي كان ممكن يحصل اختلاف
واخد بالك؟ انت طبعا برضو هتعمل حساب الفريق المنافس ان في برضو مصادر قوه موجوده، فطريقه الضغط عليهم اللي هو بيلعبها بيمارسها في الماتشات اللي فاتت ممكن مع النادي الاهلي، وده طبعا كان هيتقال له من الناس المعاونين والمساعدين ومن رؤيته لمباراه الاهلي، كان هيختلف شويه. هو المباراه دي يعني هي طبعا ايه، انا زي ما قلت لك كده كان في نسبه برضو ان انت تفوز، نسبه عاليه ان انت تفوز، بس ممكن ما كنتش تفوز، فده هيأخر المدرب اللي لسه جاي ما بقالوش كتير. صحيح. فالماتش ده من مصلحته انه مصلحته هو كمدرب انه يكمل الاسلوب اللي عايز يلعب بيه. صحيح. طب وهل مثلا لعب ماتش كاس مصر مع فريق بروكسي، هو فريق طبعا يعني ليس بقوه الفرق، هو درجه كام؟ درجه كام؟ درجه ثانيه. ثانيه. ثانيه او ثالثه، صح يا جماعه؟ ثالثه كمان يمكن، او ثانيه وثالثه، وات ايفر يعني. فهل ده برضو انت ما بتقعد فتره كبيره ولسه جاي جديد ولعبت ماتشين وبعد كده ريحت شويه، بتعمل بدني وبتعمل برنامج وبتاع، ولسه الراجل برضو جاي المساعد بتاعك بيقرا اللعيبه وبيشوف اللعيبه وبتاع، وبعد كده تيجي تلعب ماتش في مستوى ماتش بروكسي يعني هو يكون اقل مثلا في طبعًا الحده وفي القوه يعني طبعًا. هل ده مفيد؟ طبعا، لانك برضو هتطبق الاسلوب اللي بتلعب بيه مع فريق ممكن يديلك المساحه ان انت تطبقه. يعني ايه؟ تمام. فهيديك افضل، يعني انت زي بالظبط مثلا لما بتبتدي فتره الاعداد بتيجي تقول ايه، هلعب مع فرق ضعيفه تدرج في القوه. فانت مثلا مع احترامي لفرقه بروكسي ربنا يوفقهم يعني، بس مش في الماتش بتاع الكاس يعني، عشان اللي ماسكهم على فكره محمد الفيومي هو المدرب. لا والله. المدرب العام. والله. امال ايه؟ ده حظه. يعني ايه، تقدر تطبق اسلوب اللعب. على فكره انا سمعت ان المدرب المدير الفني زملكاوي رهيب. ايوه بس ومحمد الفيومي زملكاوي رهيب. طبعًا. بس المدير الفني قال لي اول مره في حياتي هتمنى الزمالك يخسر. ما هو طبعا ده طبيعي، ده شغله. الاسلوب والطريقه في التوقيت ده، نوعيه المباراه تساعدك. نوعيه المباراه تساعدك. بس انا واثق ان الراجل يعني عارف، هو لو هو ماسك الفرقه بقاله مده وبيلعب في الدوري بتاع، كان ممكن يغير شويه لعيبه. هيلعب بالتيم اللي متصور من وجهه نظر انه اساسي. صحيح. هيلعب بيهم. فطبعا يعني انا شايف الخطوات الاولانيه خطوات ايجابيه، ابتدى يعلى حاجه مهمه جدا في كره القدم، هو بيعلي اللياقه البدنيه. اللياقه البدنيه هتخليك يا خالد تعرف تضغط، هيخليك وتعرف تستخلص اي نوع من انواع الكوره تقدر تعملها. صحيح. واخد بالك ازاي؟ بالاضافه لامكانياتك انت الفنيه. ما هو الفرق الكبير، الفرقه الكبيره ايه؟ اي مدرب اجنبي او اي مدرب بطفر اي نوع من انواع المدربين بيرفع البدني، بيجي ايوه، لانه عارف ان اللعيبه اللي عنده امكانياتها فنيه المفروض انها مميزه فنيا. فهو بيرفع الناحيه البدنيه بحيث ان هم ينزلوا يعملوا اللي هم عايزينه. احنا كل اسبوع على فكره يا جماعه لجنه الكوره هتجتمع وشغالين على تطوير حاجات معينه، واكيد شغالين برضو على عيون الكباتن الكبار، اختيارات اللاعبين الجدد، تقييم اللعيبه اللي موجوده، هنحضر تدريبات الفرقه الفتره اللي جايه، يعني عندنا شغل كتير بالنسبه للجنه الكوره باذن الله، وهيكون اجتماع ما بين كل اسبوع او اسبوعين ان شاء الله، يكون في اجتماع رسمي ان شاء الله بيتم فيه تدوين كل شيء باذن الله. لا، واذا كنا شايفين حاجه برضو بنكلم بعض يعني. صحيح. يعني صحيح. طبعا هي لجنه الكوره برضو لما يبقى عين واثنين وثلاثه واربعه بتبقى افضل. صحيح. الراي الفني، الفني بالذات، لما اصل في فرق بين اللجنه الفنيه، لجنه ومدير فني، المدير. صح. الفني ده اللي هو ايه؟ في الملعب المسؤول عن التيم. هو ده صاحب القرار الوحيد في انه يشكل الفرقه. لكن النهارده انا عندي اريحيه وافضليه في ان انا اقول رايي في اللعيب ده. وانت ليك راي وده ليه راي، في الاخر بتجتمع الاراء على لاعب، الحاجات الايجابيه اللي موجوده في اللعيب. صحيح. فهي لجنه يعني ان شاء الله تقدر تقوم بشغلها، ومحتاجين برضو دعم الناس، مش معلش، في عشان انا بقرا بعض التقليل يعني. يعني في ناس بتخش كده تقعد تتكلم وتقلل وبتاع، يا جماعه برضو في الاول وفي الاخر احنا جايين نخدم نادي الزمالك كما عهدنا، عهدنا ان احنا طول عمرنا نخدم نادي الزمالك، وهنقول كلمه حق يعني. لا يعني احنا الحمد لله في لجان تخطيط في انديه كتيره بتاخد الافات الالافات، احنا الحمد لله في لجنه الكوره في نادي الزمالك لا نتقاضى اجر، بنشتغل حبا في نادي الزمالك. واحتراما لجمهور الزمالك ومجلس ادارته برئاسه المستشار مرتضى منصور اللي رشح هذه اللجنه طبعا، يكون ليها دور مهم جدا الفتره اللي جايه باذن الله. كابتن احمد حليم شكرا جزيلا. شكرا خلود، الله يخليك حبيبي. طبعا بكره ان شاء الله منتظرين
فريق كرة الطائرة سيدات، هيكونوا ضيوفي وضيوف قناة الزمالك وضيوف برنامج زملكاوي إن شاء الله. شوفوا الاحتفالات يا جماعة أهو بتاعت لعيبة كرة الطائرة. بص الاحتفال شيكابالا يا جماعة بقى ترند، بقى ترند خلاص. طبعا إيه؟ خلاص بقى ترند، بقى ماركة مسجلة طبعاً خلاص طبعاً. بص أهو 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 شيكابالا أهو يا شيكا يا شيكا، لازم تعمل هاشتاج يا شيكا وتنزل زي ما عملت مع رضا هيكل، تعمل بنات الكرة الطائرة يا جماعة واحتفالية كبيرة جدا جدا جدا. نطلع لفاصل ونستقبل بعدها الصحفيين الكبار، هيكون معايا النهاردة الأستاذ صبحي عبد السلام والأستاذ إيهاب الفولي والأستاذ مصطفى الجويلي رئيس المنظومة الإعلامية في فقرة مهمة جدا، ولكن بعد الفاصل.